هادي واحد هدية للناس ديال شوف تيغي اللي غيسلمها حمزة وغيسلمها لا ديريكسيون باسم جمعية حب الوطن التنمية البشرية. حنا كنفتخروا ملي كنشوفوا الدرابو في المغرب، أي حاجة كنفتخروا بها، وهذه هي الهدية غدي لنا الإدارة وتسلمها لهم. وعليكم السلام. الماتش كان شويه صعيب، مي الحمد لله هنيئا بعد المنتخب المغربي لانه فرحنا وكنهديو هذا النجاح ديالهم لجلاله الملك محمد السادس، الحمد لله اللي فرحونا وديما كنتمناو ليه. في ماكدو. فين؟ ماكدو. فرحتي بزاف؟ بيان سور فرحت. فرحة كانت كبيرة. فرحة ما كناش كنتوقعين اننا غادي نهضروا رونالدو فينا. باي باي. باي باي. خويا السلام عليكم. إلى ناديين باش انت راك علموا باسل دابا. الحمد لله المنتخب فرحنا. فرحنا وكنشكر وليد الركراكي وكاع الدراري يلعبوا مزيان وكنتمناو فهمتي ديما هاد الفرحه. شكون عجبك في الماتش؟ شكون عجبني؟ كلشي، ولكن ياسين بونو هو اللي دار بون ماتش. هو اللي دار بون ماتش ديما خدرها. وكنقول كريستيانو بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو كريستيانو. بيلا تشاو بيلا تشاو. ان شاء الله العقوبه الفينال يجيبوا لنا الكاس ان شاء الله، نعاود نفرحوا فرحه كبيره ان شاء الله. ما غوك جاو تنسطاو كنتمناو نديو لكم دي مون ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. شكرا لكم. باقا صغير. لا باقا صغير. شكرا مع ما هادي. شفتي بيه؟ ضروري توقفي حداه. ضروري. اختي السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم داز ماتش واعر واعر بزاف، وكنشكروا المغاربه اللي شجعونا في قطر وخارج قطر، كنقول لكم شكرا بزاف وديما مغرب. بالك في الماتش اليوم؟ داز واعر واعر بزاف. شكون عجبك اليوم في التيرا؟ كوكا. واحد اخرى ما تعرفهاش. شكرا. وبلا تسرح لينا قوقا. قوقا هي زوينة، هي المجدة زقوقا. ويا ديما مغرب. الله معاك جاي العالي. أحسن قوقا. ناخذ مع المصري دغيا غيمشي ليك. ها علينا مصري. الله تجي عندي. اعطيني الكاس. اعطيني الكاس. اعطيني الكاس ديالك. انا ليا كاس كيطارة. فامو فامو. هذه ماشي المغرب هذه. مال ديال مين؟ ديال الصومال. كوفير كوفير. خويا انت مغرب. انت مصري. اعطيني الكاس كاس. يمزك الماتش. هات صيبك. ارا ارا ارا. انت مصري شجعتي اليوم المغرب. علاش شجعتي المغرب؟ من اول ما بدا المونديال وانا بشجع المغرب. شجعتي المغرب؟ علاش؟ لا بحب المغرب. شنو كيعجبك المغرب؟ عايش انا في المغرب. انا في المغرب مغربي. في مصر مصري. لكن في المغرب مغربي. يعني. كيعجبك المغرب بزاف؟ انا متزوج في المغرب وعند ولدي في المغرب. كيجاوب اهل المغرب؟ لا ناس مزيانين. انا ربع سنين في المغرب. تفرجتي اليوم وفرحتي؟ من اول مباراة لحد اليوم وانا خويا ما تيقناش راسنا. الماتش جا زوين واخا قاس على البرتغال. تبارك الله على الدراري راس لافوكا وليداتو حتى فرقه ما غلباتو. تحيه خاصه من هذا المنبر. حنا ما تيقناش. كنا معوي على دور التمور غنخرجوا بحال هكا، ولكن شي حلم وغادي حتى الفينال ان شاء الله. وهذا الكاس غيجي حتى المغرب وغيتهز في هذه البلاصه ان شاء الله. وفيف لو ماغو. كيف تفرجتي في الماتش؟ قهوة خويا بحال ديما. المغرب قهوة قهوة. وديما ديما رجاء. ديما ديما مارو. تحية خاصة.
الله يحفظك حبيبي خويا خويا السلام عليكم. كيفاش الجزائر مال الجزائر؟ الله ينعل الوالدين. انا ما تنحبهمش حيت هذوك الناس لو كانت فيهم الدم وفيهم الروح ما يتعدوش على دوك الدراري اللعابه الصغار اللي لعبوا عندهم. راك شفتي شنو داروا لهم؟ شنو تقول لهم اليوم؟ اش كنبغي نقول لهم؟ حنا بالفرحه ديالنا كنبغيوها تكون كبيره، ولكن هما خصهم يرقصوا بزاف 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 من الحوايج اللي داروا معانا، حيت حنا ما عمرنا كنا خوتهم، حيت هذاك الشيء اللي داروا ما كنتسموش حنا خوت. حيت اللي كنعرفوا انا الاخ ديالي كيكون معايا ما كيكونش كيغدرني. السلام عليكم. كيف ذاك الماتش اليوم؟ الماتش المقابله كانت جيده بزاف. المنتخب المغربي كان في اداء رائع، وكنتمنى ليه ان شاء الله الفوز سبن الكاس العالم ان شاء الله الا بغى الله تعالى ان شاء الله، ونتمنى الشفاء للعابه كاملين، نتمنى الشفاء للعابه كاملين. وكنشكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي بزاف عطانا باش نوصلوا لهذا الشيء، والحمد لله اول دوله عربيه اللي كتوصل الربع النهائي، ومازال ان شاء الله غادي نوصلوا الدومي فينال. الدومي فينال الدومي فينال ما كاينش مات الله يرحمه مسكين. المهم حنا عندنا دراري زوينين وغنمشيو بعيد ان شاء الله، غنمشيو بعيد كون عاكين. الله يحفظك ميرسي بزاف. الله يحفظك خويا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفرجتي اليوم في الماتش؟ الحمد لله تفرجنا في الماتش، جاز ماتش واعر خويا، هادشي تنعيشو دابا الخيال خيال. الاخر الاخر تنسيق انا نزلت الدومي فينال. ها لا ديري الثقه في الركراكي، ديري النيه ديري النيه ونوصل ان شاء الله للفينال ونديو الكاس. ونديو الكاس ماشي بعيد فهمتيني، وتنهديو هذا الفوز هذا صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصرو ويجيب لي الله الشفاء ويحفظ البلد ديالنا بامن ويحفظ الامن ديالنا. والله الا به خير الحمد لله وفرحانين ونوصل ان شاء الله للفينال فهمتيني. وهذاك الركراكي ان شاء الله تنقول ليه وفين غادي فينا وفين غادي بينا الركراكي؟ هادشي بزاف الركراكي. هذاك السيد شريف ومرضي الوالدين والله يخليه لينا. ودايرين النية ودايرين النية وتضرب في العريضة وتترجع. النية تضرب في العريضة وتترجع. حنا المغاربة شرفة شرفة، المغاربة شرفة حرار والزاوية وديما مغرب واللي جات الموت. شوف 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 الدراري الصغار اش حضروا المونديال وغنديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله. حنا شرفة كاينه الكره كاينه الكره وكاينه البركه. البركه كاينه ديما المغرب ديما المغرب ديما غادي فينا الركراكه فرنسا. شكرا شكرا فرنسا. انا نضرب فرنسا. شوف الدر المباراه القادمه هنضرب فرنسا. فرنسا تضرب ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله. النهائي النهائي المغرب وكرواتيا ان شاء الله. المغرب وكرواتيا ان شاء الله. تبارك الله عليك. فينا اسامه؟ هذا اسامه عندي. شبالك اخويا في الماتش؟ ماتش هذه الدراري كانوا رجال وتبارك الله عليهم، والركراكي حتى هو راجل والله راس لابوكا. وكتوه كلشي بالنية كلشي بالنية الله يكمل عليهم بالخير وترجع ان شاء الله تلفينا ان شاء الله تلفينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اللي يلاه رونالدو بارك عليك. كرواتيا غنضربوا مع الارجنتين ان شاء الله الفينال مع الارجنتين وتفرجوا في الكورة وان شاء الله النية وغنديوها ان شاء الله بالنية حنا. الله بيحاولي يلاه. الله يحفظك حبيبي. وراه ديما مغرب ما تقطع لابو يا زيد سولي. اش واحد شكون؟ خويا اش كتقرا عليهم الزابور ولا اش كدير اخويا؟ اش من زابور ربحينا؟ اش كدير هنا اخويا؟ اش ربحينا اصاحبي؟ درنا النية وربحنا ومازال غنديروا النية وغناخذوا الكاس ان شاء الله. والله يخلي لنا راس لافوكا. الله يخلي لنا راس لافوكا. بعد ما نقولوا شي كلمة بعد ما نقولوا شي كلمة. لا سمح حدا ما يلول. سير هذه حدا امك. فين يا ماما كاز؟ عيط على قولات. اقول لك وقف احدك. شنو قال لكم في الماتش؟ انا غنقول كلمه. انا غنشد لك. والله غنقول كلمه. انا غنشد لك. شنو قال لك في الماتش؟
اشي ريش نقول لك هذاك هذيك شديره ولا ما سميتش شديره غفولي غفولي ما علينا شديره كنقول لك سي سودي زوزام ولي في الماستر تاعك عرفتي قال لك نصير فيو خلينا نصير